الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي أن حكومة الكاظمي فشلت بشكل ذريع في تحقيق التطور الاقتصادي للعراق، وأوضحت أن إجراءات وقرارات الحكومة زادت من نسبة الفقر وأغرقت البلد بالديون الداخلية والخارجية، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لتغيير السياسة الاقتصادية الحالية للتخفيف من نسبة الفقر وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية لتسجل 223 مليون دولار أمريكي، وشهد مزاد البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 2.27% وبسعر صرف بلغ 1460 دينار عراقي لكل دولار واحد. وذهبت المشتريات البالغة 186 مليون و623 الفا و250 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 36 مليون و750 الف دولار بشكل نقدي. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين احتلوا المرتبة الأولى كأكثر الشعوب شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر أيار الماضي. وقالت الهيئة أن تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية أيار نحو 16 ألف منزل للأجانب بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25%. حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع 818 من المبيعات، فيما جاءت أنطاليا في المرتبة الثالثة ثم أنقرة. وأشارت إلى أن العراقيين تصدروا الدول الأجنبية في أكثر الدول شراء للعقارات في تركيا خلال أيار وبعدد 239 منزلا، وجاءت إيران بالمرتبة الثانية بعدد 231 منزلا، ثم روسيا ثالثا بعدد 119 منزلا. سجلت شركة طيران الإمارات خسارة سنوية بخمسة مليارات ونصف مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود، وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي ضربت قطاع الطيران العالمي بشدة. وقالت الشركة إنه نتيجة القيود المستمرة على الرحلات الجوية والسفر بسبب الجائحة، سجلت خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار مقارنة مع أرباح السنة السابقة التي بلغت 288 مليون دولار. ونقل الطيران الإمارات 6.6 ملايين راكب بانخفاض بنسبة 88% عن السنة المالية السابقة، وانخفض إجمالي إيراداتها للسنة المالية بنسبة 66% إلى 8 مليارات دولار و400 مليون دولار. ارتفع معدل أسعار المستهلك التضخم السنوي في السعودية خلال أيار الماضي بنسبة 5.7% في أعلى مستوى منذ كانون الثاني عام 2020 حينما سجل الرقم نفسه. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع تضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بالشهر الماضي، وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بصعود أسعار الأغذية والمشروبات ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر بنسبة 7.4% على أساس سنوي. ختام الموجز بأمان الله.